الليلة دايرين نبيع لنا 3 شواحن، أصعب حاجة، ودي حصلت معاي. وصلت دولة يا إخواننا شايل الشاحن بتاعي، لقيت الدولة دي الشاحن حقها راسين وإلا تدخل به جوا، شحني ما شحن، قعدت أنا مقطوع، لا قادر أضرب لي سواق، لا قادر أضرب لي زول، لا أطلع مع زول. أول مرة أعرف قيمة التلفون لما يكون مشحون. الليلة ما داري إنك تتقطع القضاء حقتي دي، داري نديكم 3 شواحن يا إخوان. شاحن اشحن تلفونك ده 3 ساعات، وشاحن اشحن تلفونك 7 يوم، وشاحن اشحن تلفونك 360 يوم، محل ما تمش تلفونك ما بيطفي. رايكم شنو يا اخوان؟ كلكم بتقولوا دايرين الشاحن ابو 360 غالي وتمنه غالي الشاحن ده، لكن كل زول منكم الان عنده تمنه، انا دايرك تشحن قلبك بالايمان، تشحن قلبك بالإيمان. الليلة دار اديك شاحن لشحن قلبك بالإيمان، 360 يوم قلبك مشحون بالإيمان، فل البطارية 100%. واحد يقول لك يعني شنو قلب الشحن بالإيمان؟ قلبك لو أصبح مشحون بالإيمان ما بتزني، لا يزني الزاني وفي قلبه ذرة من الإيمان، لا بتسرق، لا بتزني، لا بتكذب، وربنا بيكون معاك ويحفظك ربنا وينصرك. كان حقا علينا نصر منو يا إخوان؟ المؤمنين. نحن دارين نشحن قلوبنا بالإيمان. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول الإمام القيم ابن القيم: الصلاة إلى الصلاة، من صلى الصلاة وسلمت صلاته كما أراد الله عز وجل زود قلبه بالإيمان الذي يبقى في صدره من الصلاة للصلاة. صليت المغرب والله قبل صلاتك، زود قلبك بالإيمان لحد يجي العشاء، صليت العشاء القلب مشحون، فوت صلاة العشاء البطارية نزلت، ده الشاحن حق 3 ساعات. والجمعة إلى الجمعة يقول الإمام ابن القيم: من صلى الجمعة وسلمت جمعته كما أراد الله عز وجل زود قلبه بالإيمان الذي يبقى في صدره من الجمعة إلى الجمعة 8 يوم. الجمعة بعد فوت الصلاة بطارية نزلت، طفى الجوال. ورمضان إلى رمضان أجمل وأرقى شاحن العام، من صام رمضان وسلم صيامه كما أراد الله عز وجل زود الله قلبه بالإيمان الذي يبقى في صدره عام كامل. 360 يوم قلبك عامر مليان بالإيمان.